يحمل جناح إيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي في أروقته تقنيات حديثة ويعد باختراعات وابتكارات مذهلة، ومن بين التقنيات المعروضة آلة الحفر للبعثة الأوروبية إكسو مارس 2020 التي صممتها شركة ليوناردو الإيطالية بدعم من وكالة الفضاء، وذلك للبحث عن آثار الحياة الحالية أو الماضية في باطن أرض المريخ. سر اختيار رمز الجناح الإيطالي وأبرز ميزاته في تقرير مثل كراد. الجمال يجمع الناس، شعار الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي. يأتي هذا انطلاقا من دور الجمال الإيطالي في التواصل بين مختلف المجتمعات والمواهب، وهو ما يتماشى مع شعار إكسبو تواصل العقول وصنع المستقبل. ومن الجانب المعماري تتميز إيطاليا بفن العمارة العريقة والمميزة، هذا ما انعكس على جناحها في إكسبو الذي يتألف من هياكل ثلاثة سفن مقلوبة رأسا على عقب. والسبب وراء اختيار رمز السفينة هو الاحتفاء بتاريخ المستكشفين الإيطاليين. سيناقش الجناح الإيطالي القضايا الرئيسية المتخصصة بمواضيع المناخ والفضاء والتنمية الحضرية وتعزيز الحوار بين الثقافات. وانطلاقا من مبدأ الاستدامة وبقاء معرض إكسبو 2020 لما بعد انتهاء الحدث في شهر مارس العام المقبل، فإنه يمكن استخدام السفن بعد انتهاء فعاليات إكسبو بطرق مختلفة من خلال الإبداع والابتكار والثقافة الجامعة لدول البحر الأبيض المتوسط.